التلفزيون اعزائي المشاهدين مع الاستاذ الدكتور زيد الحمدان العياصره، وهو الاستاذ دكتور في جامعه العلوم التكنولوجيا. دعنا اعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم، وان شاء الله كحلقه توثيقيه وكتجربه ايجابيه لكم للجيل القادم. بالبدايه دكتور زيد، اسعد الله اوقاتك سيدي. اسعد الله اوقاتك واهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك. يعني احنا سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج مبادرات وطنيه ورجالات حول الملك، ولكن دعنا كسياسي البرنامج ان نعرف السادة المشاهدين بحضرتك. اكيد هناك بدايات للدكتور زيد، هناك مكان ترعرعت فيه، نرجع للوراء شوي سيد. كيف كانت بدايتك وانطلاقتك في حياتك العلميه والعمليه سيدي؟ تفضل. اول شيء شكرا جزيلا لكم. الله يسلمك. انا سعيد اني اكون معكم اليوم. الله يسلمك. انا زيد محمد عيسى الحمدان العياصرة، ولدت في إحدى القرى الأردنية وهي قرية ساكب في محافظة جرش، وهي من أجمل وأروع القرى من حيث الجمال الطبيعي وجمال السكان وجمال المكان. درست المرحلة الابتدائية والإعدادية في ساكب، وانتقلت كملت المرحلة الثانوية في مدرسة باب عمان في جرش، حيث هي كانت المدرسة الوحيدة للفرع العلمي في محافظة جرش كاملة. وبعدين انتقلت إلى الجامعة الأردنية، كملت بكالوريوس تمريض الجامعة الأردنية. في أي عام؟ عام 1986. نعم. كملت الثانوية العامة، واخترت أدرس التمريض بناء على رغبة ذاتية مني لرد جميل، لأن والدي في سنة التوجيهي أصابته جلطة الله يرحمه، وبالبداية أسعفته ممرضة وأنقذت حياته. فباب رد الجميل لمهنة التمريض درست تمريض. بعدين اشتغلت فترة حتى كنت أشتغل وأنا أدرس. بعدين كملت ماجستير، بعد ما تخرجت من الجامعة الأردنية كملت ماجستير في جامعة بغداد سنة 1996. بعدين رجعت درست فترة، اشتغلت في عمان هون. بعدين انتقلت العمل في سلطنة عمان، كنت مسؤول عن تطوير الموظفين في وزارة الصحة في عمان. بعدين انتقلت أسس كلية التمريض والصيدلة في جامعة نزوة. بعدين انتقلت للدراسة في بريطانيا، كملت دكتوراه في إدارة التمريض وإدارة الخدمات الصحية من جامعة ديمنفورد في ليستر في بريطانيا. وبعدين رجعت هنا، درست في جامعات أردنية وانتقلت للعمل في جامعة علوم التكنولوجيا. بعدين طلعت دراسة ما بعد الدكتوراه في جامعة ميتشيغن في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه نبذة مختصرة عن مرحلة حياتي الأكاديمية. يعني أنجز قصة حياتك بدقائق يعني، لكن أخذت منك الوقت الكثير والكثير في مسيرة عملك. نعم دكتور، يعني نتكلم يعني الآن ما زلت في جامعة العلوم التكنولوجيا. نعم. نتكلم عن هذه الجامعة سيدي وعن الإنجازات اللي حققتها الجامعة، ونتكلم شوي عن الحسين الراحل رحمه الله طيب الله فراه الباني ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية. يعني أردنا نتحدث سيدي كيفية بناء الأردن الحديث، كيف كانت الأردن؟ صراحة الأردن هي معجزة العالم. التطور اللي حصل في الأردن في المئوية الأولى له كان تطور يشتر له بالبنيان. جامعة علوم التكنولوجيا أطلق عليها المرحوم جورة الجامعات، وجلالة سيدنا الله يرحمه لما كان يحكي عن شغله فهو يقصد ماذا أو يعني ماذا يقول. جامعة علوم التكنولوجيا أثبتت فعلا أنها جوهرة في قلب الأردن، وأنها اللسان العلمي والصوت الأكاديمي للأردن داخليا وخارجيا. جامعة متميزة في بنائها، جامعة متميزة في إنسانها، جامعة متميزة في العلماء الذين تحتضنهم. حاليا أبناء جامعة علوم التكنولوجيا وخارجين جامعة علوم التكنولوجيا رسل كثر منتشرين في كل أنحاء العالم، وأثبتوا في كل مكان وصلوا إليه أنهم فعلا أبناء التكنولوجيا، وهم فعلا أبناء الأردن، وهم أبناء الوطن الذي بناه الحسين وعزز بنيانه عبد الله أبا الحسين. نعم سيدي، نتكلم يعني في ظل هذه الظروف، ظروف جائحة كورونا كوفيد 19، آلية التعايش مع هذه الجائحة كيف تعايشتم معها
ونتكلم سيدي في ظل الظروف ايضا التعلم عن بعد والتعلم الوجاهي، يعني نتكلم سلبيات وايجابيات سيدي. جائحة كورونا فاجأت الأردن زي ما فاجأت العالم. في أول الجائحة طبعا كل العالم اختلف كيف بده يتعامل مع الكورونا ومجاحة الكورونا، بس كان الأردن السباق للتعامل الأمثل مع الكورونا، وكل عالم أشاد بالخطوات اللي اتخذها الأردن على أساس وقاية الشعب وخدم الإنسان بتقليل الإصابات من الكورونا، وأمننا النظام الصحي من الانهيار، حتى انتقلنا لمرحلة الاستقرار في الوضع الوبائي في الأردن. طبعا كان وجود الكورونا كان يفرض انه يصير في اغلاقات. الاغلاقات هذه زي ما اغلقت جميع نواحي الحياة كان من ضمنها الجامعات والمدارس، فانتقلت جميع الجامعات الى التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد. للأسف الشديد ممكن احنا في التكنولوجيا كنا نطبق التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني، بس للأسف الشديد مجتمعنا وطلابنا ما كان عندهم قدرة للتعامل مع التعليم الالكتروني، اما ضعف البنية التحتية او عدم فهم التعليم الالكتروني. التعليم الالكتروني اجبرتنا جائحة كورونا ان ننتقل له. هو كان الانتقال للتعليم الالكتروني اجباري، بس كورونا عجلت بمرحلة الانتقال. حاليا في كل جامعات العالم صار عندها خطط ادماج التعليم، يصير تعليم مدمج في تعليم الالكتروني تعليم وجاهي في الجامعات. فاحنا في جامعة علوم التكنولوجيا كنا سباقين من خبرتنا السابقة، لانه إدارات الجامعة تعاقبت الجامعة، كان عندهم بعد نظر بأنهم هيئوا البنية التحتية للجامعة بأنه في بعض الكورسات كنا نعطيها إلكتروني عن بعد حتى قبل مرحلة الكورونا. فكان الانتقال بالنسبة لنا انتقال سلس، ولكن تعامل طلابنا مع التعليم الإلكتروني كان نوعا ما إن كان على مستوى المدارس أو مستوى الجامعات ما أخذوه بجدية. بس بعد تجربة الأردن في التعليم الإلكتروني في السنة الماضية والسنة الحالية صار في قبول للتعليم الإلكتروني وصار في تفاعل للتعليم الإلكتروني. نعم سيدي دكتور يعني زيد حمدان العياصر، نتكلم شوي سيدي يعني في يعني الحمد لله رب العالمين المملكة الأردنية الهاشمية الله حباها في منظومتين، نعمة الأمن والأمان. يعني كيف تنظر إلى الأمن والأمان بالأردن يا سيدي؟ وبدنا نأخذ منك رسالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله وإلى إجهزتنا الأمنية والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة اللي دائما بيصرون ليل ونهار لتوفير أفضل راحة السبل للمقيمين والمواطنين داخل هذه الدولة. شو توجه رسالة لهم سيدي؟ سيدي نعمة الأمن والأمان الموجودة في الأردن نعمة نحسد عليها من جميع دول العالم. سيدنا إبراهيم لما حط سيدنا إسماعيل أول دعوة له الأمن ثم الرزق، لأنه إذا الأمن غاب الواحد ما بيستمتع بأي نعمة ثانية. حتى نعمة الرزق حتى لو كان عنده كرزق الدنيا وما في نعمة أمن ما بيحس فيه. فإحنا نعمة الأساسية نعمة الأمن، والأمن عشان يستمر وعشان يكون أمن دائم فيه له مبادئ. القيادة الأردنية اللي الله رزق الأردن فيها كان عندها بعد نظر، أرست جميع مبادئ اللي يقوم عليها نعمة الأمن والأمان، من حيث التدريب الشامل لقواتنا المسلحة بجميع أفرحها والقوات الأمنية، الوعي المواطن، وسهر القيادة وعلى رأس جلالة الملك عبد الله، كلنا بنشوفه كيف كان يقوم بجولات، إن كان جولات بصورة علنية أو بصورة سرية، وطبعا هذا دليل على خوفه على المواطن وخوفه على الوطن، لأن أنا ما أشعر بالأمن معناته بقدر أعطي بقدر أنجز بأي قطاع ثاني. عدم شعوري بالأمن
ما بيخليني أنجز وين بأي مكان أنا كنت موجود فيه. أمننا وأماننا هو أمانة برقاب كل واحد أردني نحافظ عليه، لأنه إذا فقدنا هذه النعمة راح نفقد شغلات كثيرة. إحنا موجودين، واستقرار الأردن هو حديث العالم كلياته، لأننا موجودين في بقعة محاطة باضطرابات من كل النواحي. كيف حفظنا هاي الاضطراب؟ من خلال بعد النظر، من خلال الرؤية للقيادة الهاشمية بالحفاظ على هاي البلد، بالحفاظ على هذا الشعب. ووعي المواطن الأردني أفشل كثير من المحاولات لجر الأردن بأن يكون دولة غير مستقرة أو يفقد الأمن والأمان. سهر القوات الأمنية بمختلف اتجاهها، تدريب اللي نقل قواتنا إنها تكون من أفضل القوات الموجودة في العالم، جنودنا اللي الواحد منهم مستعد يضحي بنفسه مقابل إنه يحمي المواطن، جعلنا نكون في بيوتنا والحمد لله بألف نعمة وعافية. كثير كنا نترك البيت ونطلع وننسى الباب فاتح، ونتذكر بعد ما ننتقل 10 أو 20 كيلو ما نرجع، لأننا مأمنين إنه البلد أمان والحمد لله رب العالمين. وهذه مش موجودة في معظم دول العالم. الله يديم علينا يا رب. ورسالة أيضا إلى الشعب الأردني، وإلى يعني وهناك فئة يعني ضالة كانت تحاول أن تعكر أجواء وصفوف الأردنيين، يعني باسم الوحدة الوطنية واسم جندات خاصة وطنية، ولكن عن هذه الفئة الضالة ماذا توجه لهم رسالة يا سيدي؟ يا سيدي العزيز، أنت ذكرت فئة ضالة، ففئة ضالة مغرر فيها وتحاول أن تغرر بالناس الغير مطلعين من فئات الشعب. هذه الفئة أقول لها أنه إذا الأردن فقد نعمة الأمن والأمان هم سيدفعون، أول الناس سيدفعون الثمن. ولكن ما دام الأردن تحت ظل حضرة صاحب جلالة والقيادة الهاشمية، وما دامت الأعين ساهرة على أمن وأمان الأردن، ستفشل جميع مخططاتهم. أقول لهم عندما تظلون عودوا إلى رشدكم، أفضل من هذا البلد لن تجدوا، وأحسن من هذا البلد لن تجدوا. الأردن كان ملجأ أي واحد بشعر بعدم أمان في بلده بيجي للأردن، حتى لو ما كان جار للأردن. الأردن ثاني يمكن دولة في العالم فيها نسبة لاجئين، ودائما اللاجئ بهرب إلى أول مكان، بس اللاجئ بيجي إلى أكثر أمان يحس فيه بأمان. فالأردن فيها لاجئين من دول عدة في العالم، ممكن عندنا فئتين كثار موجودين بحكم الجيرة، بس عندنا برضو من دول كثيرة في العالم يجوا على الأردن، لأنه بحسوا الأردن أكثر بلد بحسوا فيه بأمن وأمان وملاذ آمن لهم. نعم. ورسالتك سيدي إلى جهاز المخابرات العامة، يعني ماذا توجه لهم رسالة سيدي؟ رجال المخابرات فرسان الحق. وعندما أطلق عليهم فرسان الحق فهي كلمة في مكانها. نحن نعلم أنه في كل بلد الإنسان بيخاف من رجل الأمن، من رجل المخابرات، إلا في الأردن تفتخر أنه أخوك ابن عمك جارك رجل مخابرات، هو رجل أمن بيحافظ على أمن بلده. بعض منهم بأسابيع أشهر تشوف ولاده، يروح عند ولاده، بصل الليل والنهار من أجل حمايتنا. فإحنا يجب أن نكون داعمين وساهرين لهم، نخفف عنهم السهر، بحيث كلياتنا نكون أعين في البلد بأي حد، بأي واحد يحاول أنه يلعب بأمن البلد أو يخلي خلفي نظام وأمن البلد، أنه كلياتنا كلها في المرصاد. والحمد لله الأردن بشكل عام لما القيادة تطلب جيش كل أردن بصير جيش. لما طلبونا كلياتنا معلمين كلياتنا صرنا معلمين. لما طلبونا كلياتنا نكون عمال وطن كلنا نكون عمال وطن، لأنه كل الأردن من شعبه إلى قائده يسعى للنهوض بالأردن، وكلياتنا مستعدين نقوم بأي دور ينهض بدور الأردن. رجال المخابرات يعطيهم العافية، الله يقويهم.
ويظلوا متميزين زي ما هم. وما دام جلالة القائد هو الذي يرسم الطريق فلا خوف على الأردنيين من بعده. هل من رسالة أخيرة في نهاية هذا البرنامج، رسالة حابة توجهها لمنشأة أو لإنسان كان داعم في حياتك سيدي، رسالة عامية في نهاية هذا البرنامج الأخير؟ رسالة بوجهها إلى كل الأردنيين بأن الأردن أمانة في أعماقنا، أمانة نوصلها الأردن إلى أبنائنا من بعدنا وأحفادنا من بعدنا بأفضل مما وجدنا عليه. أنا عندما أكون مسؤول يجب أن أعمل حتى حفيدي يأخذ أفضل مما أخذت أنا. أشكر جميع من دعمني وجميع من وقف، وأولهم والدي الله يرحمه الذي أوصاني بأن أكمل الدكتوراه، وكان دائما وصيته لي كان يقول له وداكول على لسانه: يا بس سرقة مش بس أخذ مال الناس، عدم الإخلاص في الوظيفة سرقة، عدم القيام بالواجب اللي أنت لازم تقوم فيه هذه السرقة. فدائما بشغلك قوم فيه بأفضل مما يكون حتى لا تعتبر سارق. وأتمنى أن جميع الأردنيين كل واحد يقوم بشغله من أفضل ما يمكن، لأن هذه أمانة في أعناقنا. أحسنت. أن نحافظ على الأردن وأمن وأمان الأردن بعون الله تعالى. نعم. طبعا أعزائي المشاهدين، في هذه الكلمات الطيبة لا يسعنا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة الأستاذ الدكتور زيد الحمدان العياصرة، وكل الشكر والتقدير، وأتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح، وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير وقائد الوطن بالخير. شكرا لكم. شكرا لك سيدي، يعطيك الف عافية. شكرا لكم وألف شكر لكم. الله يخليك.